السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذا المركز التجاري اللي راه يعني قرب النهاية نتاع الأشغال ديالو في وهران، وهذا غير سوبرات كما يقولوا الوهارنا، ماشي مركز يعني كبير ولا، لكن نشوفوا النوعية نتاع يعني نتاع التهيئة الداخلية والخارجية يعني والستاندار يعني المقاييس العالمية التي تم يعني إنشاءها المركز التجاري، ومجرد يعني سوبرات يعني، ولكن روعة. وهذه نوفل جينيراسيون جديدة نتاع المراكز التجارية الجديدة هذه اللي راهي تنشأ يعني في كل ولاية الوطن، خاصة في ولاية وهران اللي تعرف حركة عمرانية والتطويرية يعني غير مسبوقة، خاصة يعني قبل وبعد الألعاب البحر الأبيض المتوسط. إذن شيء إيجابي كثير سي لا كاليتي، نحوسوا على النيك بليز الترا لا كاليتي، اللي نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.